أسرار المطبخ معي أنا شيف شادي زيتوني من التنين للجمعة الساعة 11 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 7 المساء على راديو تموز الإلكتروني. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 السهيلي الطريق العام N57 كسروان 00961923103 00961321970 إيميل info@chefcz.com www.chefcz.com. أحبائي متابعين أسرار المطبخ، أهلا وسهلا فيكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم على راديو تموز، دايما دايما الراديو الجميل يلي عم يوصلنا كل الأفكار الجديدة بكل المجالات. اليوم الشيف شادي محضر لكم سرد كتير حلو، بس مش فكرتي أنا أبدا، ما اجت عبالي وما خطرت عبالي وما كان بودي أنه تخطر على بالي، ما بعرف ليش، يعني ما يعني أنا ما كتير من محبين أصبت للدجاج، مش كتير، so يمكن لأني ما كتير بحبها ما بتخطر عبالي أو أحكي عنها ممكن، بس إحدى المشاهدين إحدى المشاهدات أوكي سيدي أكيد ما رح أقول اسمها حتى ما كل العالم يقولوا لي أوكي ليش قلت اسم شخص وما قلت اسم شخص تاني، أكيد رح تعرف نفسها، طلبت مني كيف بدنا نعمل كبدة للدجاج أو أصبت للدجاج بطريقة جيدة، لأنه كل مرة بتطلع معي طعمة ومرة بتطلع هوني شوي صغيرة مستوية زيادة، مرات بيجي بتطلع كمان ريحتها، الريحة اللي بنسميها ريحة الزنخة أوكي، اللي هي مش موجودة بالدجاج أبدا، هي نحن الفاعل والأصبة هو المفعول به أوكي، يعني نحن المنخلي أو منجيب طعمة الزنخة على الدجاج أو على اللحمة، هلا بنحكي بالموضوع. المهم شو هني أسرار كبدة الدجاج أوكي أو أصبة الدجاج مشان تطلع معنا طيبة أوكي، هلا بدنا نحكي عنهم بالتفصيل. الكتار بيحبوا هالطبق الحلو شو ما كان، مع أي صلصة، مقلية ولا مشوية ولا غيرها، اليوم الأسرار كلها رح تكون على الطاولة. طيب كيف يا شيف شادي الزنخة غير موجودة؟ نعم الزنخة غير موجودة، ما في شيء اسمه زنخة، في شيء اسمه منجيب الزنخة أوكي، يعني مش الفروج أنا بجي بتبحه أنا هلأ أوكي بطلع مزنخ no way أبدا، إلا إذا كنت المي اللي أنا عم بستعملها بس اتبح الفروج أو قص اللحمة أوكي، أو الهواء اللي عم يتعرض له، الهايجين يعني النظافة يعني إيدينا، يعني الخشبة اللي موجودة، حرارة البراد، حرارة كمان الغرفة اللي عم نشتغل فيها، هيدي اللي بتجيب الزنخة على اللحمة، وبس تكون الزنخة موجودة على اللحمة أو على السمك أو على الدجاج بيكون هو بلش يصير عتيق، يعني بلش يخرب، بلش الميكروبات بقلبه يكتروا. هلا بتقولوا لي بعدنا جايبين اللحمة من عند اللحام، مزبوط، بس هو ذبحها يمكن امبارح يمكن الصبح، حرارة البراد عنده مش منيحة، الحرارة تبع المكنة اللي خلط فيها الكفتة اوكي ممكن يكون حاطط فيها لحمة قديمة من قبل، يعني من دون تكتير حكي نحن يلي منعرض اللحمة اوكي، او مثل كأنه نحن يلي منعرض اللحمة، باردون خليني اقول الجملة مزبوطة، انه يصير فيها زنخة. طيب فقط لغير، شو هني الاسرار؟ ما بدي احكي عن الدجاج، انا بدي احكي عن القصبة بحد ذاتها بهيدي الحلقة، بحلقات جاية بنحكي
عن موضوع الزنقب الدجاجي ككل بلحم صدر الدجاج أو فخاد الدجاج أو الدجاجي بشكل عام. طيب أنا أول شيء إذا بدي أعمل كبدة الدجاج بالبيت بتكون الكبدة طازة مع عمرة أكتر من يوم. يعني أنا بروح اليوم بشتري الكبدة بدي إذا تبع امبارح ما بشتريها تبع امبارح ما بشتريها. هلا بتقولوا لي إيه أوكي أنا بكلها ما على شيء. يعني خلوني أنا هون اليوم عم بحكي عن الأسرار تطلع عندي الكبدة فائقة ما يكون فيها غلطة. أوكي هلا بعدين ممكن استعملها كمان تاني يوم بده يكون غير لونها شوي صغيرة ممكن نلاقي ريحة نروحها بشيء هذا ممكن. بس نحن عم نحكي القصص الدقيقة الجيدة المثالية. سو اليوم كبدة الدجاج أوكي بتكون طازة شغل اليوم دبح اليوم هيدا واحد. اثنين من وين بدنا نشتريها؟ بدنا نكون واثقين انه الانسان اللي عم يبيعنا هو انسان نظيف ايديه نظاف براده مزبوط مش حاطط مليون شغلة بقلب البراد مشان لانه كتير القصبة هي شغلة او الكبد هي شغلة سنسيبل يعني شغلة كتير كيف بيقولوها بالعربي يعني بتلقط الجراثيم بشكل سريع بتلقط الروائح بشكل سريع. اوكي رح لقي الكلمة بالعربي ساعدوني اذا بتريدوا. طيب شو بدي اقول ما تذكرنا بقى الكلمة يا شادي. طيب عمالك شوية صغيري فكر فيها فكر فيها كتير حساسي منيح هيك الكتار عم يضحكوا منكم هلا اجت الكلمة كتير حساسي انه تاخد ريحة الاشياء التانية الموجودة بالبراد بصل نعلع نعنع ريحان خردل خل حامض كتير حساسي. طيب لونه بده يكون لميع عم يلمع وميل للاحمرار مش لون بني ما بنشتري. كمان اذا فكرنا نفرز بدنا نفرز نحن القصبة الدجاج بدنا ننظفها بنفس النهار ونفرزها بنفس النهار ما منفرز القصبة من دون تنظيف. يعني أنا اشتريت القصبة طازة معلبة مكتوب عليها التاريخ الشركات أو المحل اللي اشتريناها منه محترم حاله أوكي ومعروف منوي ومعقمي أوكي سو جبنا بدنا نفرزهم جبنا كمية مثلا جيت أنا قطعتهم هلا منخبر كمان كيف بدنا ننظفهم اوكي كيف بدنا نقطعهم كمان ودغري على التفريز اوكي بس نفرز ساعتها منشيل من الفريزر منحط بالبراد وبنستعملهم. وهلا بنحكي عن الموضوع كيف بدنا ننظف او كيف لازم يكونوا نضاف كمان هل قصبة الدجاج او كبدة الدجاج. اولا بدنا يكون معنا سكين صغير مش كبير ويكون عنده راس السكين ونجي نقطعهم يكونوا متشابهين مش قطعة صغيرة وقطعة كبيرة. يعني بناخد نحن وحدة قصبة منقطعها ومنتعلم من هيدي القصبة كيف بدنا نقطع القطع التانيين مش انه انا هون شلت الراس هون شلت الكعب. اوكي اول شغلة بدنا نعملها انه نشيل اي شيء لونه ابيض أو غلاف. غلاف يعني عنا هيك مثل القشرة الصغير الشفافة هيدا كله بده ينشال وكل شي لونه أبيض. هيدي أول مثل ما بيقولوا شغلة لازم نعملها. تاني شغلة كل شي فيه تجمع دم بقلب الكبد بدنا نشيله. هلا المدام عندنا قالت لي هلا بقى تقعد شغلني 10 ساعات يا شيف شادي تشيل كل تجمع الدم منشوف هيك مثل قطع دم صغار مجمعين بقلب هالكبد هودي لازم نشيلهم براس السكين كلهم. اذا بقيت وحده منهم بتطعم عندي القصبه. يا ما ايام اكلت انا منهم مش مشكله ما حدا بيصير له شيء بس نحن برجع بعيد لنشتغل شغله مثاليه هيدي الاسرار تبعولها. هودي كلهم بدهم ينشيلوا بياخذوا معنا وقت انا ما قلت لا بس هون بنحصل على نتيجة فائقة مميزة مثالية. شلنا لكن نظفنا شلنا الدهون كلها وقطعناهم بطريقة متساوية. هون منروح على
إذا بدنا نفرز هون فينا نحط ونفرز بنفس النهار. ممنوع القصب نخليها من اليوم لبكرة بالبراد، إلا إذا جاي عبالنا ننقع نغير لها طعمتها. وأنا بقول ليش؟ ما في لزوم. يعني الكتار منكم راح يقولوا لي كانت ريحتها، ما لازم تكون ريحتها، ما دام لازم نحط منخارنا على هالكبدي أو القصبي نحن ما في ريحة. إذا في ريحة يعني صار خطأ قبل ما نشتريها، أوكي؟ يعني مثل ما حكيت قبل، راجعوا الحلقة بتعرفوا من وين هالخطأ رح يجي. طيب النار لازم تكون قوية بس بدي ستوي القصبي، وببلش بالقصبي قبل أي شيء تاني. شو ما كانت الوصفة، شو ما كانت الوصفة، أنا بدي أعمل تنقول القصبي مع دبس الرمان، مع عصير الحامض، مع الفطر، مع البردقان، مع اللوز، شو ما كان. بجي أنا على الزيت أو السمني أو الزبدة حسب شو بدي، ما فرقاني معي. بجي أنا بحط بقلب المقلي، بولع النار قوية من دون غطا، ما لازم حط غطا فوق القصبي، لأنه بتضرب أو بيضرب البخار بالغطا وبيرجع لجوا، هيدا بسبب لي بريحة مش طيبة أبدا. خلوه يتبخر، أوكي؟ يعني أول دقيقة دقيقتين بده يتبخر أنا عندي هالمي الموجودة بقلب القصبي أو الكبدي. كبل كمان كمية الكبدي بقلب المقلي على نار قوية، أوكي، حتى دغري شدوا هيك على بعضهم وما يتركولي كل المي الموجودة بالداخل، حتى يضلوا طريين. وما بحط ملح هون بعد ما عملنا شيء. بس القصبي شوف استويت 80-85% بشيلن، بشيلن بصفي بحطن على جنب، بروح على نفس المقلي كفي فيها. شو بدي اعمل؟ بصل، توم، كزبرة، شو بدكن تعملوا؟ كفوا والمقلي نفسها شو ما بدكن. عملنا الصوص بقلب المقلي، خلصنا، جينا خلص انه الصوص بعد بدها دقيقتين بتكون جاهزة. هون منرجع القصبي منرد على الصوص، بيغلوا سوا لمدة ضئيلة، دقيقة دقيقتين ومنقدم، لانه ما لازم نستويهم كتير حتى ما ينشفوا بقلب من السوائل. هيدي لازم تكون واضحة عند الجميع. بليز اللي ما قدر يفهم الكلام اللي انا عم قوله، مع الاعتذار من الجميع، رجعوا عيدوا الحلقة، أوكي؟ رجعوا اسمعوها من جديد لأنه شغلة كمان كتير مهمة. هلأ بدنا نقليهم، نعملهم بانين، نعملهم شغلة، نأكلهم لوحدهم، هذا موضوع تاني، ما ضروري نقلي ونشيل ونرجع ونحط. نحن عم نحكي على موضوع المقلي. بدنا نشويهم على الفحم، منشكهم جاهزين يلا على الفحم، بيناتهم حبوب من السوريز من الفطر، هذا موضوع تاني. هلأ الشغلة جينا بدنا نقدمهم، لازم يتقدموا سخنين ولازم يتاكلوا سخنين. يعني إذا جينا حطينا بالميزة على الطاولة، حطينا نحنا هالكبدة كيف ما كانت معمولة تكون مش مهم، إذا نشفت، إذا بردت، سوري، مشكلة، بدنا نرجع نسخنها. لأنه إذا بدنا ناكلها باردة منحس حالنا عن جد الطعمة فقدتها كلها سوا، بتكون سخنة سخنة سخنة. هلأ آخر شغلة بدي أقولها بالنسبة للكبدة لليوم، بقي عنا بالبراد، جينا بدنا نسخنهم تاني يوم. العالم كلها عم تعتمد موضوع المايكروويف، بحطوهم بقلب المايكروويف بطلعوهم لبرا، هون رح تجي ريحة أبدا مش طيبة أبدا. سو ليش بعدين هيك شي مرة بنحكي عن أسرار الطبخ بقلب المايكروويف، كيف لازم نتعامل معه، كيف لازم نشتغل معه، شو لازم نحط، قديش الحرارات حسب كل واحد أي مايكروويف عنده بالبيت. المهم نرجع منحط القصبة، كيف منسخنها بالقصبة بالكمين على خلينا نقول المقلي، ومنضف له من المي، مش مي الحنفية من الخزين، المي لا، المي بتكون صالحة للشرب، منضف له، بيغلوا، منقدمهم، منأكلهم، بيضلوا محافظين على نفس الطعم. إن شاء الله أكون بهيدي الأسرار اليوم قدرت فدت كمان الكتار من المستمعين. وأنا بشكركم، وإذا بكم تحضروا كمان أي فيديو بيحكي عن قصبة الدجاج ما لكم غير قناة الشيف شادي يوتيوب. أنا كتير 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 بشكركم، وحلقتي بكرة من أسرار المطبخ راح تكون أجمل من اليوم. باي.
شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلات والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي، الطريق العام N57، كسروان 00961923103، 00961321970، إيميل info@chefcz.com www.chefcz.com. أسرار المطبخ معي أنا شيف شادي زيتوني من التنين للجمعة الساعة 11 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 7 المساء على راديو تموز الإلكتروني.